نعم. ذهبنا إلى الحج ورمينا يومين، في اليوم الثاني رمينا جمرات، وزميلي اشار عليا ان يجوز بعد الساعة 12 بالليل من نفس اليوم ارمي لليوم التالي وامشي، هل يجوز هذا؟ يعني بقيت ليلة 13. ايوه رميت يوم 11 11 و12 و12 وبعد الساعة 12 في الليل، في الليل رمينا اليوم التالي. اي ما يصلح، ما يصلح. كان المفروض عليكم وانتم تريدون التعجل ان تخرجوا من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر. ها آه نو... يوم جديد بعد الساعة. لا يصلح، لا يصلح، لا يصلح. وعليكم الان اذا كنتم موسرين على ما قال علماؤنا رحمهم الله ان يذبح كل واحد منكم فدية في مكة ويوزعها الفقراء. هذا الكلام من 3 سنوات. ما يخالف، يعني هو دين، هو دين عليكم فأوفوا به. لا قبل الثاني عشر من الليل، لليوم الآتي. نعم.